أكد أن المؤسسة جاهزة للشروع في الإنتاج. لم المواد الأولية متوفرة، كل العتاد للربط بالشبكة الكهربائية راه هنا على مستوى المؤسسة، لم يتبقى إلا الربط بالشبكة الكهربائية. راه عندنا مشاكل كبيرة باه نربطوا المؤسسة وباه نمروا للمرحلة الثانية واللي هي توظيف حوالي 700 عامل. حنا نطلب من السلطات المعنية على مستوى ولايه غليزان ولا على مستوى العاصمه تقديم كل التسهيلات للشروع في الانتاج. كما راكم تشوفوا الشركه راهي واجده، الخدامه راهم في 4 شهور ما خلصوش، الشركه راهي واجده، المواشير راهم في بلايصهم، راكم تشوفوا الحديد، راه كاين التيوات، الخابر راه هنا، كلش راه واجد، راك تشوفوا بعينيكم لهنايا. خاصنا تريسينتي، خاصنا تريسينتي، مازال ما عطاوناش تريسينتي، رانا قالوا نطلبوا التدخل من رئيس الجمهوريه يشوف الوضع تاعنا. الشركه هذه غادي تدخل 700 حتى 1000 خدام. دروك حنا رانا نهضروا على الاقتصاد، لازم نطور الاقتصاد في بلادنا. نطلبوا من رئيس الجمهوريه يشوف في هذه الوضعيه تاعنا، وهنايا رانا اكثر ان شاء الله بربي في المستقبل القدام رانا اكثر من حوالي 700 عامل ولا، وفي كل عامل عنده 4 اولاد او 5. صافي دير كون نديروا حساب نسيبوا 3000 بنادم. هنا يقول لك قرع اللي دخلوا الناس التريسينتي، والتريسينتي كل واحد وكيفاش يعطيك راي. يا اخي سيدي انا نطلب السيدي الرئيس يشوف لنا حل عاجل لهذا باش ندخلوا نخدموا على روحنا. رانا متلاحقين سيدي الرئيس، الله غالب ما عندناش